بسم الله الرحمن الرحيم. معالي وزير الطيران المدني سيد طيار حسام كمال، معالي وزير البيئة دكتور خالد فهمي، سيد محمد خونجي المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط لمنظمة الطيران المدني الدولية، السادة ممثلو المنظمة الدولية للطيران المدني، الحضور الكريم، سيدات والسادة، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس والمؤتمر الإقليمي الرابع لمنع انتشار الأمراض بين المطارات، والذي تستضيفه وزارة الطيران المدني. كما أود أن أحييكم على كل الجهود المخلصة التي تقومون بها من أجل تنسيق العمل المشترك، والذي أصبح اليوم ضرورة حتمية لمواجهة العديد من التهديدات التي تمس الأمن الصحي للعديد من الدول، خاصة مع ازدياد شراسة الأمراض وتفشي العديد منها وانتقالها بين الدول. السيدات والسادة، نحن اليوم نقف أمام مرحلة هامة من مراحل تطور وانتشار الأوبئة، وهذا يتطلب منا جميعا كل الاستعداد والحذر والتنسيق نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة بعد الاتفاق عليها من أجل مقاومة انتشار الأمراض من مكان لآخر. وقد كانت لنا تجارب ناجحة سابقة في هذا الصدد، لعل أحدثها هو التنسيق الجاري للوقاية من وباء الإيبولا المنتشر في عدة بلدان بأفريقيا، ومن قبله مرض الأنفلونزا والذي عانينا منه جميعا. وفيما يتعلق بمصر، فإننا نتكبد في حقيقة الأمر تكاليف ضخمة في أوقات اقتصادية صعبة تعاني فيها دول الإقليم والعالم أجمع من انعكاسات الأزمة المالية العالمية، من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تسارع السلطات الصحية المصرية باتخاذها دائماً، مع تشديد هذه الإجراءات مع ظهور أي بوادر وبائية في أي دولة أخرى. ولولا هذا لكانت التكلفة أكبر والعبء الصحي والاقتصادي أكبر. ومن منطلق التعامل مع الكوارث والأزمات الصحية، فإننا فور إعلان أي تفشي وبائي لمرض ما، فإن الجهات الرقابية الصحية والسلطات الوقائية تبادر دائماً باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للتأهب والتصدي لأي خطر قادم، مع الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمطارات والمواني، وتشديد إجراءات الحجر الصحي ومتابعة كل القادمين من الدول التي تشهد أي حالات إصابة. كما يتم أيضاً الإعلان عن حالة التأهب وتنشيط الترصد الوبائي بكافة المنشآت الصحية الوطنية. هذا بالإضافة إلى تدعيم المخزون الاستراتيجي لكل الأدوية والتطعيمات المقاومة للمرض، وتوفير المعدات المعملية اللازمة لكل سبل التشخيص. السيدات والسادة، أستطيع أن أقول لكم أن الخطط المصرية لمكافحة الأوبئة قد نجحت إلى حد كبير حتى يومنا هذا في تحقيق الأهداف، فقد نجحت إجراءات الحجر الصحي في منع دخول العديد من الأوبئة لمصر، مع احتواء وتحجيم سرعة انتشار وتخفيف وطأة عدد آخر من الأمراض والأوبئة التي عانت منها العديد من الدول. كما نجحت أيضاً كل حملات التوعية المكثفة في مختلف وسائل الإعلام في رفع الوعي الصحي والوقائي لدى المواطنين تجاه الإجراءات الصحية السليمة وتفعيل دورهم كخط دفاع أول للمقاومة. لقد تحقق هذا النجاح المصري والفاعلية في التصدي للأوبئة والأمراض المنتشرة بين المطارات والمواني بفضل الخبرة المصرية المكتسبة في مواجهة إنفلونزا الطيور على سبيل المثال، والتنسيق الكامل والوثيق بين مختلف الأجهزة والوزارات في الدولة، وحرص وزارة الصحة والسكان على الالتزام بالشفافية الكاملة في الإعلان عن حقائق أي وباء وتطوراته. وعلى الرغم مما تقدم، فإن مصر ترى ضرورة التحسب والاستعداد جيداً لكافة احتمالات تطورات الأمراض والأوبئة، فنحن نتعامل مع فصائل متحورة
ومتطورة يوماً بعد يوم من الفيروسات والبكتيريا وناقلات الأمراض، مما يجعلها أكثر فتكاً وقادرة أكثر على إصابة فئات بشرية متنوعة وعلى رأسها الشباب وصغار السن، مما يؤدي إلى سلبيات كثيرة نلمسها في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية والتعليمية. وختاماً، فسوف نتواصل مصر كل التنسيق مع دول الإقليم والمجموعات الجغرافية المختلفة، ونتبادل معهم الخبرات والدروس المستفادة، مع الاستمرار في دعم جهود المنظمات الدولية العالمية ومنها المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والمعنية بحماية الصحة العامة للمسافرين جواً وموظفي شركات الطيران، وأيضاً المساهمة في وضع خطط مكافحة انتقال تلك الأوبئة من أماكن توطنها إلى الدول الخالية وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة: العدالة والإنصاف والمساواة بين جميع الدول والشعوب والمجتمعات. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله.